نبدأ ب سأبدأ فاتح لكي أعرف أين تنتهي الدرجة الفاتحة وأين تبدأ الدرجة الغامقة. سأبدأ فاتح. ليس من الضروري الحفاظ على الخو... أنك لا تخرج على الخو... على حدود الشريط، أو المهم أن تفهم الطريقة الآن. كلما اتجهت في هذا الاتجاه كلما خففت يدي على القلم. إذن تطبيق هذا الدرس هذا سيكون على نجرب مثلا نجرب أسطوانة أيضا. لماذا لا نرسم خط القاعدة الوجه العلوي الوجه وعرض للقاعدة، نرسم خط في الوسط، نحدد عرض الأسطوانة، نأخذ هذا القياس هذا قطعة صغيرة نفس القياس الفوق، قطعة صغيرة نفس القياس الفوق، نرسم هذا القوسين، نرسم هذا القوسين، نرسم هنا قوسين مفتوحين وليس حدين، ليس بهذا الشكل هذا، ثم نصل الخطوط لنصل إلى أسطوانة. إذا كملت 5 دقائق سأوقف وأرجع.